لماذا استقال المدير الفني السابق لفريق MP الأول لكرة القدم، وما هو تقييمه لهذه التجربة وللتجربة التي قضاها والفترة التي قضاها كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم في نادي MP، ورؤيته للإمكانات الموجودة لدى هذه المنظومة بشكل عام؟ MP من وقت ما ظهر في الدوري الممتاز المصري وهو من الفرق اللي ارتبط اسمها بأنها منظومة لها قدرات إدارية، لها قدر كافي جدا من التمويل، عندها إمكانات، خرج منها أكثر من لاعب متميز، انتقلوا لأندية كبيرة في مصر، تجربة من التجارب اللي تعد ناجحة في عالم كرة القدم المصرية. كيف يرى تجربته الشخصية مع هذا الفريق وتقييمه لأداء الفريق ونتائجه خلال الفترة اللي فاتت، وأيضا توقعاته المستقبلية لفريق MP ومكانه وفرصه هذا الموسم في الدوري الممتاز أو في أي بطولات أو منافسات دولية يتأهل للمشاركة فيها خلال الفترة المقبلة؟ وأيضا هننتقل مع ضيفنا لقضايا مهمة جدا تتعلق بمستوى المنافسة في الدوري المصري والمعوقات اللي بتمنع الوصول لأعلى مستوى فني وبدني ممكن للاعبينا، وده طبعا له تأثيره على منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم. موضوعات كثيرة كمان تخص التحركات في نادي الأهلي والتطوير والتعاقدات الجديدة والمدير الفني المرتقب الإعلان عن اسمه قريبا بعد إنهاء التعاقد معه رسميا. كل ده هنتكلم عنه مع ضيفنا في الأهلي الليلة، الكابتن خالد متولي المدير الفني السابق لنادي MP. كابتن خالد مساء الخير. مساء الخير. أهلا بحضرتك وسعداء بوجودك معنا النهاردة. ربنا يخلي حضرتك. أنا السعيد طبعا بوجودي والأول مرة في قناة النادي الأهلي، فده طبعا شرف لينا جميعا. طبعا نادي القرن ونادي بنحترمه جدا، فانا لله كل الشرف ان انا مع حضرتك. يعني سعداء جدا بوجودك معانا، وان شاء الله يبقى اللقاء ده يتكرر على شاشه قناه الاهلي ان شاء الله باذن الله. بدايه، لماذا استقلت من منصب المدير الفني في نادي MP؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله MP طبعا ده بيتي، واخد بال حضرتك، لاني طبعا يعني الهيستوري بتاع الواحد. انا على فكره كنت من اشبال النادي الاهلي تحت 14 سنة مع كابتن عبره والمجد، وانتقلت بعد كده لنادي الزمالك، لعبت في نادي الزمالك لغاية ما بقيت كابتن تيم في نادي الزمالك، ورحت الاتحاد السكندري دوري ممتاز، لعبت طبعا في جيل العمالقة طبعا كابتن بوب والبابلي والجارم، الحمد لله يعني قعدت حوالي 7 سنين. وبعد كده طبعا انتقلت هذه فترة مميزة جدا في تاريخ نادي الاتحاد. طبعا وكانت لعيبة على أعلى مستوى طبعا، وعصرت طبعا الكابتن طلعت يوسف كان برضو في الملاعب، كابتن يعني كان مجموعة محترمة جدا، محمد عمر، حتى خرجت نجوم، مش بس كان نجوم كورة، نجوم في عالم التدريب يعني. كابتن طلعت يوسف طبعا من نجوم المجال ده في مصر طبعا، كابتن محمد عمر طبعا، محمد نور، فالمجموعة كلها طبعا محترمة. وبعد كده طبعا كنت سافرت سفرية ورجعت، وبعد كده طبعا جيت MP. كان في طبعا تكوين فريق لكره القدم عن طريق طبعا اللي هو له فضل علينا وعلى منظومه نادي MP، كابتن صلاح مصلحي هو اللي اسس الكوره في نادي MP. فالحمد لله يعني تواجدنا في شركه MP كشركات، وبعد كده عملنا نادي. النادي دوت يمكن كنت انا كابتن التيم من ثالثه، كسبنا على طول اول، ثانيه اول، طلعنا درجه اولى، فكانت يعني وكان مستواكم باين ان الفريق مميز، وكان طبيعي يتاهل من الثالثه للثانيه للدوري الممتاز بسرعه، لان حتى مشاركاتكم الاولى في الدوري الممتاز كانت قويه. ظهوركم الاول كان قوي، وكان كان برضه عايز اقول لحضرتك على حاجه، ان كان المنظومه طبعا كانت ولا زالت يعني المنظومة كانت متكاملة طبعا تحت قيادة الوزير الأسبق الباشمهندس سامح فهمي، اللي هو كانت كل الرعاية وكل الاهتمام بتيم نادي MP، وبعدين طلع معانا نادي بتروجيت، فكانت كان هو الأب الروحي لينا جميعا، فكان في رعاية وكان في اهتمام جامد جدا، وكنا كمان موجودين مع طبعا مدرب أنا بالنسبة لي أثر فيا تأثير غير عادي، بعتبره طبعا مثلي الاعلى في كل شيء سواء فنيا او اخلاقيا، كابتن طه بصري طبعا. كابتن يحيى اسماعيل اشتغلت طبعا معاهم، كابتن طه بصري كان له تجربه مميزه الوقت اللي كان فيه كمان متولي المهمه في نادي MP، كان مميز جدا اكيد. وبعدين كابتن طه قعد حوالي 6 سنين في نادي MP. هو اللي حضرتك قلته ده مهم كابتن خالد، لانه كمان انطلاقه بتروجيت اكدت للناس انه الكيانات الرياضيه التابعه لقطاع البترول او لشركات البترول بتولد عملاقه،
بالزبط. حتى لو عندها مشكلة ان اندية الشركات ما عندهاش جماهيرية كبيرة او ما لهاش جمهور كبير، ولكن عندهم الامكانات، عندهم النسق والنمط الاداري، وبيقدروا يوصلوا لعناصر فنية مميزة. وده شفناه مع الفريقين بس استمرته اكتر شوية من بتروجيت في المستوى المتقدم في الدوري. لا عشان احنا مشاركتنا كمان كانت افريقية عربية، فده اللي فرق طبعا. فده مهم جدا، حتى يمكن كلام حضرتك كلام محترم جدا، ودوت اللي انا كنت بقوله للعيبة لغاية يمكن الاسبوع اللي فات. بقول لهم ان بيتولد كبير فهيفضل طول عمره كبير، فهو كبير بالمنظومة الادارية، لان حاليا دلوقتي عندنا مجلس ادارة على اعلى مستوى، وانا طبعا من خلال قناة النادي الاهلي خلال حضرتك انا فعلا ببعت كل الشكر والاحترام والتقدير لمجلس الادارة تحت قيادة الباشمهندس علاء خشب، استاذ زكريا، استاذ مصطفى الامير، الشريف ابو الغيط، عصام زيدان، الناس المحترمه دي كلها وقفت وساندت خالد متولي مسانده غير عاديه في خلال المرحله اللي انا فعلا توليت فيها المسؤوليه، وده كان شرف ليا. والحمد لله اني انا يعني ده مش جديد عليا، يعني في ام بي انا مش جديد عليا. ده المقدمه دي كلها يا كابتن خالد هتخلي اللي بيتابعوك دلوقتي يتمسكوا اكتر بالاجابه عن سؤال، لماذا استقلت طالما الامور كانت بهذا الشكل؟ وفي الروح دي كمان الايجابيه اللي عندك حتى في تقدير كل المسؤولين. لا طبعا لا لا، وانا كنت سعيد جدا. انا كنت حضرتك انا كنت هستقيل من حوالي 3 اسابيع. كانت في ضغوط، كان في عدم توفيق. هو المشكله ان انا صادفت عدم توفيق. عدم التوفيق دوت طبعا ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى قبل كل شيء، ولكن الحمد لله احنا اجتهدنا كجهاز فني، اشتغلنا على اعلى مستوى. يمكن كانت بعض المشاكل اللي كانت قابلتنا ان كان في بيع بعض اللاعبين، طبعا ده اللي اثر على التيم شويه. يعني علي لطفي طبعا راح النادي الاهلي، صلاح محسن راح النادي الاهلي. كان في بدايه الموسم كان يمكن اخويا وصديقي وحبيبي قوي يعني كابتن علي عبد الصادق، طبعا رمز في النادي الاهلي وكان رمز في انبي، برضو كانوا يكلمونا على حمدي فتحي. فانا بامانه يعني كنت انا متمسك بوجود حمدي، لاني حضرتك انت كده العمود الفقري بتاع التيم، سواء حراسه مرمى، سواء ومشي طبعا مجدي قفشه واخد بال حضرتك، وصلاح محسن، فكل ده العمود عدد كبير مؤثر طبعا مؤثر تماما يعني. وبعدين كان صلاح هداف التيم، مجدي قفشه صانع العاب التيم، وكان رامي صبري برضو كان احتمال كان هيروح نادي. بدات بقى يبقى هنا في رؤيتين، رؤيه مجلس الاداره لان ده نجاح في الصفقات ونجاح استثماري ومالي للنادي وتسويقي، ورؤيه الجهاز الفني اللي شايف ان ده بيدور الفريق فنيا. بالظبط، فعشان كده انا تمسكت بوجود رامي وحمدي، وبعنا مجدي قفشه وكان قبله صلاح محسن، فاتباعوا طبعا للنادي الاهلي على اساس ان احنا نعدد التيم ببعض العناصر وكده. فالحمد لله يمكن برضو جددنا في التيم، بس طبعا المجموعه اللي جت 9 عناصر او 10 عناصر كتير جدا في التيم، علشان يخشوا في الكومباينيشن والتكيف بتاخد وقت، بالاضافه طبعا للاصابات اللي كانت فرقت معايا جدا. اصابه بكر ديارة كان كسر في الشظيه، فقعد حوالي اكتر وقت طويل 7-8 شهور. لما عرف السيد في بدايه الموسم تعرض لرباط صليبي، وكنت بعتمد اعتماد يكاد يكون كليا على عرفه كراس العناصر اللي كانت بالظبط العناصر مميزه ومؤثره في التيم. فكل ده طبعا فرق معاك، بالاضافه انت بتطلع مجموعه من الشباب. هو ده اللي كنت هسالك عنه يا كابتن خالد، كانت الرؤيه المشتركه بينك وبين المسؤولين في النادي لاحلال وايجاد عناصر بديله للصفقات اللي تركت او اللاعبين اللي تركوا النادي، تمام، كانت من الشباب او قطاع الناشئين، لان ام بي مميز في نتائجه على مستوى الشباب والناشئين حاليا باجماع الاراء وبينافس بقوه في المنطقه دي، تمام. ولا كانت الصفقات الجديده كانت تركيز على مزيج من الاثنين، ولا سريعا ان انا اجيب مزيج؟ لا مزيج طبعا من الاثنين، لان انا برضو انا مسكت يمكن بعد ثاني مباراه في الموسم الماضي، والحمد لله كانت نتائجي كلها ايجابيه. يعني الحمد لله يمكن انا مسكت 11 مباراه السنه اللي فاتت، ما اتغلبتش غير مباراه واحده من النادي الاهلي 1-0، فده كان طبعا ان انا مع تيم وداخل على فرقه، كان طبعا من بعد الكابتن ايهاب جلال والكابتن طارق عبد الله سابوا التيم،
فانت داخل طبعا كان في ظروف نفسيه، في احباط، في فابتديت تشتغل على النواحي المعنويه والنواحي النفسيه، بترتقي بالنواحي البدنيه والفنيه، بتضخ بعض العناصر الشابه في التيم. فده كان حضرتك كان بيحتاج لتعب، بيحتاج لتركيز غير عادي. فالحمد لله احنا صمدنا اشتغلنا. انا كنت يعني كان ليا طموح. ايه المشكله؟ كان ايه الفجوه؟ وايه المطلوب من وجهه نظرك كمدير فني عشان تبدا الموسم الجديد بشكل مشابه للشكل اللي اختتمت بيه الموسم اللي فات؟ صفقات جديده؟ هل ما كانش في استجابه؟ لا كان في استجابه، كان مجلس الاداره كان مستجيب تماما. ولكن حضرتك ايه، يمكن كان احنا يمكن الـ عدم القدره على 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 الحصول على يعني مهاجم متميز، فكانت في بطء سنه شويه، ده اللي فرق معانا. لكن لو انا كنت يعني كنا جبنا او يعني حاولنا احنا نجيب فيرود على اعلى مستوى افريقي او عربي، فكان اللي جولنا كلهم البوزيشن بتاعتهم اطراف ملعب. فطبعا كنا عايزين مهاجم صريح، مهاجم صريح، سترايكر صريح، بالاضافه لصانع لعب، بالاضافه الى ما كنتش لاقي ده في اللاعبين المصريين. لان بيقال نقاد دلوقتي والاعلام الرياضي بيقول ان دي مشكله كبيره في الدوري المصري، ندره اللاعبين المتميزين في مركز الفرود. يمكن بتيجي فترات كده وخبر حضرتك موسميه في الدوري العام، بتلاقي ندره في 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 المساكين في توقيت معين، بتلاقي في كثره في لعيبه نص الملعب، بتلاقي في نظره في الفراوده الهدافين. لكن الهداف ده هو اللي بيترجم لك كل شغلك. انت حضرتك بتعمل فتره اعداد كامله، بتكون تيم علشان واحد يجيب لك جول، بتعمل تكتيك وبتعمل اسلوب لعب وطريقه لعب عشان الكوره تخش الجول، عشان تقدر تتفوق على التيم اللي قدامك وتقدر تمشي في الخط بتاعك. فده طبعا ايه، ده اللي فرق معانا في خلال المرحله اللي هي اللي في الموسم دوت. ولكن كانت بالاضافه الى احنا اعتمدنا على حراسة مرمى شباب. يعني احنا عندنا بلعوتي مواليد 97، مواليد حوالي 95 96، محمود جاد 99، برحيل عماد السيد الى نادي الزمالك تاني. فطبعا جبنا عمرو حسام، فالولد طبعا كان اضافة للتيم. ولكن برضو عمرو برضو قدامه وقت، واخد بال حضرتك، عشان يخش جوه التيم. فاعتمدنا على ففي الفترة الأولانية كنت أنا كان في معاناة من حراسة المرمى. يعني في بداية الموسم كان في معاناة من حراسة المرمى. مين اللي هيستقر في المركز ده؟ كان في تنافس بين العناصر الموجودة في المركز. وبعدين حضرتك اتنين عناصر صغيرين، وعمرو حسام يمكن برضه صغير، فهو اللي إلى حد ما عنده خبرة ما وفقش. لكن ما كانش معاك حارس واحد من الثلاثة صاحب خبرة كبيرة. لا، فده اللي فرق. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، انا بتكلم بامانه وبصراحه، كان برضو كان في يعني عدم ثبات النواحي الدفاعيه، المدافعين عدم ثبات المستوى. بمعنى ايه بقى؟ ايه السبب في تغير المستوى؟ هل نقص خبرات؟ لا، مش نقص خبرات. هقول لحضرتك فيها تدبل. لا، هقول لحضرتك احنا عندنا مثلا كان في عندنا رامي صبري، ابراهيم يحيى، صلاح سليمان كده. يعني لما نيجي نتكلم كده بمجمل وبكل صراحه وبوضوح، في بعض الاصابات المزمنه في بعض اللعيبه، فاحنا بنحاول نعالج، بنحاول نرمم، لان هم دول الموجودين معانا وهنشتغل بيهم. فانت بتطلع عناصر صغيره معاهم، العناصر الصغيره ديت شباب حيويه، لكن الخبره مش موجوده. فانت عايز تعمل مزيج من الشباب والخبره، لكن البوزيشن ده بيحتاج لخبره، بيحتاج يعني انا القدرات بتاعتي، لان الغلطه فيه بجول. لا، آخر حضرتك بص، الفريق دايما يعني غلطته بمشكله. انا طبعا عشان كنت مدافع، فدايما المدافعين لازم يتميزوا بحاجتين، القوه والسرعه. فلما انت تكون بتجيب لعيب عنده قوام، عنده قوه وسرعه، تشتغل معاه. لكن السرعه بتفقد خلال مرحله معينه، بتفقد، وخاصه مع الاصابات. فطبعا كان في اصابات، بالاضافه طبعا كان رامي كان برضه في دماغه ان هو عايز ينتقل للنادي الاهلي. فكل الحقيقه شويه تركيزه كلاعب متاثر شويه بفكره، فالبدايه ما كانتش موفقه، بالاضافه لضعف حراسه المرمى، واخد بال حضرتك. فكل ده اللي فرق مع العلم وبحكم الخبراء وبحكم المحللين، احنا كنا بنعمل اعلى اداء. يمكن انا بلعب ماتش بيراميدز انا المتفوق طول ال 90 دقيقة، طول ال 94 دقيقة. فعلا الكل اجمع انكم عملتوا مباراة جيدة، ولكن بفاول من خطأ دفاعي
خطأ دفاعي ومهارة فردية للاعب اللي احرز الهدف ومجدي قفشة مهارة فردية واخد بال حضرتك في نهاية المباراة. انا مش عايز اقول لحضرتك لا يمكن سموحة يمكن الاسماعيلي هناك انا متفوق في اسماعيليه جايب جولين في النادي الاسماعيلي برضو ده اللي خلاك تقول يا كابتن خالد ان في عدم توفيق في بعض المباريات اللي شايف الاداء لا فيها كان ممكن يحقق لكم فوز او تعادل على اقل تقدير. انا بقول لحضرتك يعني فعلا لو احنا كنا مشينا بمعدل توفيق ربنا سبحانه وتعالى على الاقل انا رابع ثالث يعني. طب سؤال صريح بقى عن المدافعين في مصر، احنا عندنا ازمه على مستوى انديه مصر تقريبا، الناس بتقول انها ازمه عامه جدا في المنتخب وفي الانديه، ما بنعرفش نتعامل لحد دلوقتي مع الخبرات اللي عندنا مع الكرات العرضية والكرات العالية، وتقريبا هي 90% من الأهداف اللي بتدخل في مرمى الأندية المصرية في بطولاتهم الدولية وفي المنتخب. المشكلة دي بقت موجودة في السنين اللي فاتت الناس مش عارفة ليه، إيه حلها من وجهة نظرك؟ المشكلة الرئيسية في قطاع الناشئين، مع احترامي أني ما ده المشكلة برضو. أي لعيب دلوقتي بيبطل عايز يمسك فرقة كمدير فني يعني خد بال حضرتك. اسماء كبيره ولها كل احترامها وتقديرها وادت وكل حاجه، ولكن حضرتك لازم انا اتعب من تحت، اتدرج شويه في لازم اتعب من تحت، لازم اشتغل مع اكثر خبره مني، اتعلم اشتغل منه. ادرس اطور نفسي، احاول ان انا اعمل ديفلوبمنت لنفسي في دراساتك كمدير طبعا فني طبعا دراسات لازم اتابع، لازم اروح اطور نفسي اشوف، لازم ابحث واخد بال حضرتك. يعني احنا حضرتك لما كل شغلنا احنا من قطاع الناشئين، يعني انا اول ما اشتغلت ما كانش في قطاع ناشئين في انبي، فطبعا كان الباشمهندس شريف اسماعيل ربنا يديله الصحه كان سكرتير عام نادي انبي رئيس الوزراء الاسبق، وكان اخ كبير لينا كلنا، هذا رئيس الوزراء السابق على طول كمان السابق قبل الدكتور مصطفى الغولي مباشره بالظبط كده، وده يعني ونعم الناس ربنا يشفيه ويعفو عنه ان شاء الله ربنا يشفيه، لانه طبعا مر بمرحله رحله علاج طويله وان شاء الله يتعافى طبعا. فهو اللي يعني كلفني ان انا اعمل قطاع ناشئين، ما كانش في قطاع ناشئين في انبي زمان واخد بال حضرتك. فلما تيجي تعمل قطاع ناشئين في الهواء بعدك وانت بتروح في النادي الاهلي عشان تاخد في اخر اختبارات في اخر اسبوع اللي هيمشي منه دول الخلاصه، بتروح نادي الزمالك بتاخد الخلاصه، نادي المقاولين عشان تشتغل واخد بال حضرتك. بس اخترته صح وفقته، بس انا عملت بلان يعني خطه مثلا الثلاثيه، ان انا عايز اول سنه مشاركه، تاني سنه يعني الى حد ما لغايه ما بتوصل، يمكن انا بقدر الحمد لله شكر لك يا رب، يمكن انا تاني سنه طلعت تاني دوري واخد بال حضرتك. كان ايامها كنا لسه انبي في الدرجه الاولى، كان الكابتن محمد عامر كان ماسك مدير فني، كنا لسه ما صعدناش للدوري الممتاز، لان بعض المدربين الكبار مسكوا تيم نادي انبي امثال الكابتن محمد عامر امثال الكابتن رمضان السيد، ولكن ما وفقوش بصعود النادي للدوري الممتاز، اللي وفق الله يرحمه الكابتن طه بصري واخد بال حضرتك. فعملنا يمكن في مجموعه اربع خمس لاعبين اتصعدوا للدرجة الأولى أيام الكابتن محمد عامر ورمضان السيد من قطاع الناشئين، اللي هو ما كانش فيه غير فرقة واحدة، عملوا فرقة 20 سنة لإنبي، فجبت أعمار سنية صغيرة بحيث أنها تخدمك بعد سنتين ثلاثة واخد بال حضرتك. يعني كان في فكر وكان في استراتيجية واخد بال حضرتك للنادي كنا ماشيين بيها، عشان كده يعني نادي إنبي طول عمره منظومة محترمة بتمشي على تخطيط واخد بالك، وخطه طبعا بنعملها طويله الاجل وقصيره الاجل. فكل القصص دي واخد بال حضرتك ان حطت انبي على المسار سواء في قطاع الناشئين او في الدرجه الاولى، فهو ده اللي ادى الصوره الجميله لنادي انبي طبعا تحت القيادات المحترمه اللي احنا كنا بنتعلم منهم وبنشتغل تحت قيادتهم، جميع رؤساء مجالس الاداره واخد بالك، واخرهم فعلا يعني اخويا الكبير باشمهندس علاء خشب، لان انا فعلا الراجل ده وقف جنبي اكتر رئيس مجلس اداره وقف لاولاد نادي انبي هو باشمهندس علاء. ما كنتش راضي عن النتائج او حاسس ان التجربه مش موفقه؟ لا تعبت كتير يعني ما زلت مجهود كبير ومفيش مردود مفيش، وبعدين نتائج. ما كانش فينا النتائج ماشيه معاكسه واخد بال حضرتك، فيعني عارف لا كنت مضغوط يعني كنت مضغوط. فطبعا انا من ثلاث اسابيع كنت فعلا مقدم استقاله، بس بصراحه رفضوها والناس جددت الثقه فيا، فده كان يعني فخر فوق دماغي، فزاد المسؤوليه عليا. فمع اول اخفاق او مشكله ثانيه، ولكن يمكن يعني عايز اقول لحضرتك الحاجه، يمكن احسن ماتش اتلعب في الدوري كان ماتش المقصه وانبي، يعني ماتش 4-3 يعني هم يجيبوا انا اجيب هم يجيبوا هم يجيبوا انا اجيب
ماتش فيه منافسه وفي سبعة اجوال لكن الاداء خلص. الاداء جميع المحللين جميع الخبراء ما فيش ادنى مشكله ولكن كان عندك قصور في ممكن قصور في النواحي الدفاعيه في حراسه مرمى عدم خبره واخد بال حضرتك وبعدين اللي هقوله لحضرتك كمان من النواحي الايجابيه في التيم الحمد لله يعني انا ثالث فريق في الدوري العام جايب اهداف فعدد الاهداف انك بتلعب كره هجوميه بتحرزها واخبرها لكن اهداف كتير داخله فيك يبقى في هنا قصور دفاعي يبقى هنا في قصور في حراسه المرمى عشان كده كمان يمكن طبعا انا من منبر حضرتك انا ببارك لعلي ماهر علي ماهر ده كان هيبقى سؤالي التالي رايك ايه وبتقول ايه للكابتن علي ماهر رايك ايه في التعاقد معاه وتكليفه بالمهمه واي رساله تحب توجهها للكابتن علي ماهر في بدايه مهمة. لا علي ماهر ده حبيبي يعني انا بحبه على المستوى الشخصي وهقول لحضرتك برده حاجه جميله جدا علي ماهر جاء لعب في نادي انبي وكنت انا مدرب لنادي انبي وكان هو لعيب في نادي انبي كان هو وياسر ريان واخد بال حضرتك يعني في لعبه عندنا سنه تقريبا علي من الشخصيات الجميله جدا اللي انا يعني انا بحبها على المستوى الشخصي في فترته الاخيره كلاعب يعني كلاعب لا وهو طول عمره كان هداف حتى لما كان في الترسانه طبعا يعني يعني علي وانطلق مع النادي الاهلي انطلق قوي جدا بس الاصابه الشديده اللي تعرض لها وجاء لعب معانا سنه اثرت عليه بشكل كبير بالظبط كده ولعب معانا سنه وبعد كده طبعا هو طبعا اخذ طريقه وكده مسك الترسانه ومسك هنا ومسك هنا وعلي من المدربين اللي انا بحبهم وبحترمهم وبتمنى ليهم التوفيق ولكن طبعا يعني انا علي ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقه ويكرمه ويكون التوفيق حليفه ودي اهم حاجه في مجال الكوره مهما بتشتغل مهما بتعمل طول ما معاك التوفيق فربنا هيكرمك ولكن التوفيق فعلا ما بيجيش غير بالتعب لكن انا بقول على المدى ان شاء الله تيم ام بس الكلام كله شخصيتك وتركيزك وخبراتك كابتن خالد مع نادي ام بي تخلينا نتوقع ان هيبقى لك دور مع النادي بشكل او اخر الفتره الجايه انك من ولاد النادي المقربين للمسؤولين وفي تفاهم وتنسيق بينكم ان هيبقى لك مكان مع النادي بشكل او اخر انك مش ممكن تبقى بعيد بشكل كبير عن نادي ام بي والله انا موجود لنادي يعني انا عايز اقول لحضرتك برضو حاجه بامانه يعني انا يمكن امبارح وكيل من الوكلاء بيكلمني علشان حاجه معينه واخد بال حضرتك ولكن انا الفتره دي واخد راحه تماما يعني في تركيز في هدوء براجع حساباتي في اخطاء من خالد متولي يعني انا في اخطاء مني انا شخصيا في اخطاء مني انا اخطات عندك الحقيقه يعني ثقافه رياضيه وكرويه محترمه جدا يا كابتن الله يخليك مفتقدينها بنسبه كبيره قوي في المجال لا اصلي بص يعني فكره شجاعه الاعتراف ان في اخطاء من عندي وانه المجلس ما قصرش معايا وان في ظروف عارف تشخصها بشكل لا عملي لاني انا حضرتك ده ناس كتير قوي ما بتتكلمش باللغه لا انا حضرتك عايشها قوي يعني انا عايشها قوي يعني عارف وتدرجت ومسكت فرق درجه اولى ومسكت فرق درجه ثانيه ومسكت قطاع شباب وقطاع ناشئين فحضرتك يعني عارف لا عندي يعني الحمد لله رب العالمين وعندي قناعه وعندي ايمان بالله سبحانه وتعالى طب اخد منك سبق بقى للبرنامج خلينا نعمل سؤال فيه ضغط شويه يا كابتن خالد اتفضل عايز اعرف خطا من الاخطاء دي بتعترف بيه على الهواء تقول انا غلطت فنيا في كذا كمدير فني انا عملت ده وبعترف انه كان وجهه نظر فنيه خاطئه لا انا برضو كان لازم يكون في تروي في اختيار الجهاز اللي معايا يعني في ناس محترمه جدا في الجهاز ولكن برضو كان ايه كان في لازم هدوء شويه في الاختيار برضو من ضمن انا صراحتي مع نفسي يعني بطبيعتي برضو لازم انا كان في بدايات كان في حاجات كنت المفروض اعملها ولكن انا بحكمي اني انا في المنظومه المحترمه دي تغاضيت عن بعض الاشياء في سبيل وجودي في هذا المكان المحترم اشياء كانت ضروريه للنجاح طبعا ففي بس تبقى بحتفظ بيها لنفسي لكن انا دي حطيتها في النوتة بتاعتي طب من غير ما نذكر اسماء حتى لا نتسبب في حساسية لاي لاعب او لاي مدرب او اي حد من الجهاز لو قلنا عنصر انا شايف انك متأثر جدا واضح انك متأثر وحزين جدا انك بتحب النادي ده جدا والكيان ده وحابب انك كنت تنجح معاه مع النادي فواضح انك متأثر جدا ان التجربة كلها ما نجحتش لسبب او اخر يعني بس قول لنا في عنصر ما كنت لازم اتمسك بعنصر من عناصر النجاح ما توفرش ليا وخطئي كمدير فني اني ما اتمسكتش بوجود العنصر ده لا هو مش عنصر عامل من عوامل لا هو مش عنصر انت لما بتيجي بتختار برضه بتيجي بتشكل جهاز الجهاز لازم يكون متكامل يعني الجهاز كله لازم يكون متكامل فممكن انت بس لحضرتك ايه يعني بتبقى التوقيت يعني لازم يعني التوقيت لما انا كلفت فلازم ابني الجهاز بتاعي عشان اشتغل وبعدين كان في ظروف عندنا في النادي فلازم انا اتواجد
واخد بال حضرتك؟ فابتدينا نشتغل واخد بال حضرتك، ويمكن في البدايه احنا نجحنا، لكن ممكن انت حضرتك برضو في البدايه ممكن تنجح عشان في بوش وفي دفعه، في روح جديده، لكن انت لما بتيجي بتبص على المدى واخد بالك، انت النجاح ده لازم يكون في استمراريه وتناغم بين العناصر الموجوده معاك بالظبط. لا هو بص حضرتك، انت كنت هل فرضت عليك؟ مش هقول فرضت، لا 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 لا، هل لا تم وضع عناصر للكابتن خالد؟ النادي كان له رؤيه ان العناصر دي معاك في الجهاز وما حاولتش بقى تتعامل؟ انا بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، انا برضو ايه، انا ايه بحترم كل الناس، بحترم كل الناس وبحترم افكار وقدرات كل الناس، لكن ممكن افكار وقدرات كل الناس ما تتناسبش معك مع فكرك، هي دي مش متناغمه معاك في اسلوب العمل. ما ده مش انتقاص من قدر حد، ممكن يبقى حد كويس جدا وممكن يكون احسن مني، بس اسلوبه مع كابتن خالد مش ماشيين مع بعض. الفكر اخبار حضرتك ما تلقاش، يعني كابتن خالد لم يشكل الجهاز بالكامل كما اراد، يعني لا انا شكلته، لا 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 بامانه انا شكلته، لا 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 انا شكلته، بس عايز اقول لحضرتك ايه، اني انا كان في سرعه في التشكيل، فده اللي انا خلاص انا اخدت درس عالي جدا، ودي من يعني مثلا استجبت المطلب ان مطلوب منك خلال اسبوع مثلا تقدم خلال نهايه الدوري فطبعا ابتدينا ما خدتش وقتك في اختيار العناصر، فكان ممكن اضافات بعض العناصر اللي كانت هتضيف تعمل فارق كبير. طبعا طبعا ده اكيد، فهو ده اللي فرق. طب خلينا نقول ده تجربه مهمه لاي نادي في مصر، ايه الحاجات اللي ممكن الجهاز الفني المعاون لاي مدير فني تعمل فرق فيها مع المدير الفني؟ لو اتفقنا ان في مدير فني عبقري، ايه الحاجات اللي ممكن تسبب له اخفاق لو جهازه ما عندوش القدرات المشابهه له، ولا لو جهازه مميز جدا هتضيف لشغله؟ انت حضرتك لما انت كانسان ليك عينين، لما بيكون ليك 8 عيون احسن ما يكون ليك عينين، صح؟ هي دي، هي سلبيه هتعدي على الجهاز، كل الناس هتلاحظ. بالاضافه الى لازم تكون في صراحه مطلقه ما بين كل الناس، الصراحه المطلقه هي اساس النجاح، حتى لو هتزعلك. يعني مثلا مدرب عام ما يخجلش او يخاف ان له رؤيه فنيه مختلفه عن المدير الفني فيجامله ويقول له تمام. يمكن انا بطبيعتي الصراحه والوضوح حتى في حياتي، يعني انا طبيعتي الصراحه والوضوح. يعني هل كنت تتمنى في بعض المواقف ان الجهاز المعاون يراجعك في بعض الامور ويقول لك رايه فيها لو مختلفه مع رايك؟ لا، وكان في اختلاف. كان في اختلاف، بس ايه، بص حضرتك ايه، بس بتختلف الشخصيات. يعني بتختلف الشخصيات، في خلاف لكن بتختلف الشخصيات. انا من نوعيه، انا شخصيه قويه واخد بال حضرتك، فممكن ايه، يعني ممكن بتبقى تكير من خالد واخد بالك، ولكن انا لا، يعني حاجات كتيره جدا واخد بال حضرتك مش عايز اخوض فيها. يعني مدير فني شخصيته قويه، بتبقى فارض شخصيتك بالكامل لازم. هل ده كان بيؤدي لبعض التخوف من عناصر مساعده في الجهاز مع كابتن خالد انها مش عارفه تقول رايها بصراحه، عندهم حذر مبالغ فيه شويه انهم يتكلموا معاك بصراحه في امور فنيه؟ والله احنا عايزين نقفل الموضوع ده. لا هنقفله والله. لا ما انا بقول اخر سؤال، لكن يعني هل كان اللي انا عايز اقوله، ممكن تقول انك كنت تتمنى منهم الاوراق تبقى مفتوحه اكتر وانتم بتتكلموا؟ لا انا كنت اتمنى التعاون اكتر من كده. مفهوم. لكن بنختلف. لكن كنت اتمنى التعاون يكون اكتر من كده. ليه؟ لان انبي ليه حق علينا، فبالتالي لازم نقدم، يبقى في تيم وورك اكتر، يبقى روح لازم لازم نقدم لانبي كل ما فوق. بس اللي انا عايز اقوله بحكم الناس كلها، انا اخلصت الحمد لله بفضل الله تعالى، تعبت جدا، ما يعني سهرت، بقيت اخطط، بقيت اشتغل على كل السلبيات علشان اطور من اداء التيم. بفضل الله تعالى الاداء كان محترم واخد بال حضرتك، بس كان عندك قصور دفاعي، حراسه مرمى مشكله مش جيده، فرقت معاك يعني حضرتك. بس في مواقف، في يعني في بعض المواقف بتيجي عليك مع حراس خبره ومدافعين على اعلى مستوى، لا بتبقى في بتنتهي الهجمه، لا بتنتهي الهجمه هنا، لكن ما تنتهيش الهجمه جوه الجول، فهو ده اللي كان فرق معنا. لكن مواقف كتير جدا يعني واخد بال حضرتك، يعني وبعدين الاخطاء، عندك بعض نقاط الضعف في الفريق مؤثره بالظبط. فعشان كده انا بنصح علي ماهر وانا كاتب تقرير، انا بنصح علي ماهر لازم تدعيم الفريق على الاقل 3 عناصر على اعلى مستوى في عمق الملعب كمدافعين، واحد بلاي ميكر او مش بلاي ميكر، مفيش في الكوره اسمها بلاي ميكر دلوقتي، لكن في راجل بيتحكم في رتم
في رتم التيم، لعيب في نص الملعب اللي عاده بيبقى في منتصف الملعب في الثلاثه اللي بيلعبوا وسط مهاجم، ده بيتحكم في رتم التيم، امتى سرع الرتم امتى قلل الرتم، واخد بال حضرتك؟ ده مهم جدا يا حضرتك، اللي هو العازف يعني، انت واخد بال حضرتك؟ هو ده المايسترو بتاع الفريق بالزبط. اللي بيوزع الملعب يعني. وهداف يترجم لكن امبي تيم عناصر محترمه جدا، ضفنا عودة مارشال لعيب كبير يعني، انا اللي جايبه بفضل الله تعالى لعيب كبير عنده سرعات مهاره، ولكن مش بصير بتاعه مش سترايكر، لكن بيلعب تحت سترايكر. لو جبت سترايكر مع عودة مارشال، مع عوده بكر، مع عماد فتحي، طورت من ادائه، واخد بال حضرتك؟ عبد الرحمن عامر في نص الملعب، وعالجت المشكلات بعناصر جديده اللي قلت انها موجوده، سواء لدرجه مركز الهاف ديفندر بالظبط. انا لدرجه ان حضرتك انا في المشاكل الدفاعيه، خد بالك، بقيت العب باسلوب 3-4-2-1 عشان اقفل العمق. عايز اقول لك ان في مشكله طبعا، ما انت لازم تفكر، ما هو انت كمدير فني واخد بالك، لازم تقعد مع نفسك وتحل المشكله. المشكله موجوده، لازم تحل. طب احنا عايزين ننتقل، اولا نتمنى تكون التجربه الجايه سواء طبعا ان شاء الله باذن الله في اي موقع تكون موفقه يا كابتن خالد، وبشكرك على صراحتك. احنا بنتكلم ان في اخطاء او اسباب للاخفاق شايفها من وجهه نظرك خارجه عن ارادتك، واسباب اخرى تتعلق باختيارات لك كمدير فني او مسؤوليتك الشخصيه عنها، ودي صراحه يعني طبعا بنحترمها في كلامك. عندنا مشكلات موجوده في الدفاع في مصر في الاهداف. تمام. لسه الفرق فكره الدفاع المستقيم 4-3-3 4-2-3-1 كل فيها مشكله لسه عند المدافع المصري، عشان سرعات المدافعين، التفاهم، هل فيهم واحد قادر يعمل كنترول، عنده مهارات كوره اعلى من الثاني ولا لا، ولا الاثنين مساكين بيفكروا بنفس الطريقه اللي هي قوه والتحامات، فما فيهمش العقل المفكر في الاثنين، فبيبقى دفاعات الانديه بتتكشف بحاجات سهله جدا. ايه الازمه وليه مش قادرين نلعب الانديه بفكره ثلاثه بليبرو، رغم ان انجح الفترات لعدد كبير من الانديه والمنتخبنا الوطني في فترات كبيره جدا كان ساعات بيلعب بليبرو اثنين مساكين. 3-4-3 دي فتره النادي الاهلي اشتغل بيها وعمل نتائج غير مسبوقه في تاريخه كله. تمام. ليه ما بنلعبش كده؟ لا اصل حضرتك ايه، ليه ما بنلعبش او ليه نلعب؟ طالما انت جبت مسؤول فني واخد بال حضرتك؟ لا انا بتكلم بشكل عام، فكره هل المدافع المصري سواء في المنتخب او في الانديه، ما بتكلمش عن ما انا بقول لحضرتك، دي قادر انه يؤدي بشكل الافضل وهم اثنين مساكين بس، ولا بتشوف ان الاداء بيبقى افضل لو وراهم ليبرو؟ بس بتكون لازم تكون في مميزات وسمات. القوه والسرعه دي اهم حاجه في اللعب، وخاصه في السرد باكين. القوه والسرعه طبعا بيكون عنده مهاره التسليم والاستلام، دي مهمه جدا، ولكن القوه والسرعه بتشتغل لازم من قطاع الشباب او قطاع الناشئين، لازم بتشتغل. ما هي انا بقول لحضرتك برضو كم يعني كمالة لكلامي، ان اللعيب اللي بيبطل لازم يشتغل فتره. انا يعني اللعيبه النجوم طبعا عايز ابقى مدير فني، ومدير فني فريق اول، ما ينفعش. اسم كبير لكن مش شرط يعني، يمكن ربنا يديله الصحه ويشفيه ويعفو عنه كابتن محمود الخطيب، خير من انجبت الكره المصريه تمام ويرجعه بالسلامه. ما بقاش مدير فني لكن رئيس نادي، واخد بال حضرتك؟ يعني يبقى الكابتن الخطيب يمسك مدير فني منتخب مصر. يعني قصدك ان ما فيش علاقه مباشره ان اللاعب المتميز قوي مش بالضروره يبقى مدير فني على طبعا أرمستر. طبعا واخد بال حضرتك؟ يمكن في لاعيبه ومدافعين ما عندناش مثال اكبر من مارادونا، اعظم موهبه جت في تاريخ الكره في العالم اعتقد كده يعني، حتى بس بيقول ده رغم ميسي ورغم كريستيانو ورغم بيليه، في ناس بتقول اعظم من لمس كره القدم. بالظبط كده، ما انا بقول لحضرتك اعتقد ان تجربته التدريبيه يعني مطالعه جدا. ما انا بقول لحضرتك بقول كده، وفي مدافعين واخد بال حضرتك، مدافعين يعني مدافعين وبقوا احسن مدربين. انا عايز اقول لحضرتك دي لازم، ده مش بالتبعيه يعني، مفهوم احنا المفهوم عندنا ده صعب، دي حاجة. الحاجة التانية اني انا اخبرك لازم اشتغل، لازم ابني من قطاع الناشئين مدربين على اعلى مستوى بكفاءات عالية، بعملية تطوير في الجديد دايما، في الجديد في اسلوب التدريب، واخد بال حضرتك؟ ولازم متابعة على اساس ان انا بطلع النشأ ده. انا عايز اقول لحضرتك على حاجة، ده كان في حاجات يمكن بنعمل تكتيك او بتعمل شغل التيك اوفر، واخد بال حضرتك؟ ساعات لعيبه درجه اولى بتخبط في بعض، يعني لعيب درجه اولى في التيك اوفر، واخد بالك؟ انك تيك اوفر عشان تخلق مساحه، بيخبطوا في بعض. لعيب وصل لاعلى مرحله بيلعب دوري ممتاز، المفروض ان هو من 10 سنين يتعلم فكره ثقافه الحركه طبعا بعد طبعا، واخد بالك؟ الاسلوب الخططي، وخاصه ان طول ما انت صغير
يمكن دماغك يعني هاديه شويه تستوعب ده. بقى بيرجع بقى لسنين فاتت والمدرب اللي كان معاه في المرحله دي هتطلع كان مهتم ولا لا واشتغل صح ولا لا. لكن طول ما انت بتشتغل بالقاعده صح وبتوسع القاعده خد بالك بتطور في القاعده بتفرخ وبتطلع لعيب جاهز على اعلى مستوى هيطلع لك فوق في الدرجه الاولى او في الدوري الممتاز على اعلى مستوى سواء بدنيا سواء فنيا او ثقافته في الملعب انه يقبل التكليف والثقافه كمان واخد بال حضرتك. يعني زمان كان الكباتن يمكن احنا اتمرنا مع انا اتمرنت هنا مع كابتن عمرو ابو المجد ربنا يديله الصحه الله يرحمه مع كابتن عوضين واخد بال حضرتك واحنا صغيرين تمام. لما رحت نادي الزمالك طبعا مع العظماء الكابتن حماده الشرقاوي الله يرحمه كابتن علي شرف فحضرتك لا اتمرنا مع نوعيات كانوا بيعلمونا الاخلاقيات والسلوكيات واخد بالك حتى ثقافتك في التدريب ثقافتك في اللعب ثقافتك في المعامله كمدرب فنيا مؤهل عشان يعلمك حاجه ما فقدش شيء لا يعطيه طبعا واخد بالك ولا وبعدين بتعمل تكتيك مثلا معين بتحفظه وبتشتغل عليه تقدر تطور من نفسك في مرونه واخد بال حضرتك ممكن زي ما انت هتقول 3 4 3 ممكن اقلبها ل 4 4 2 ممكن اقلبها ل 4 3 3 في نفس الجيم في نفس المباراه في نفس الجيم حسب ظروف الوقت وانا متفوق عندك الوعي الخططي والوعي الفكري اللي بتقدر تشتغل فاللاعب يساعد المدير الفني انه ينفذ ده تمام. لكن دلوقتي حضرتك انا واخد بالك باجي بلعب وكده ومش عارف ايه الاصابات في تدريب خاطئ بيؤدي الاصابات تمام في مراكز معينه يعني عايز اقول يعني مش عايز اقول في مواقف سهله جدا اللعيب ممكن يعني مثلا هتيجي هترقصه في الجنب اليمين او الجنب الشمال عنده اصابه فيسيبك لان لو عمل كده دي فبيسيبك ما عندوش المرونه ما عندوش الباور نفسه طبعا لازم اللعيبه لازم اللعيب يشتغل على نفسه بمدرب مؤهل تمام عشان يطلع ويفرخ مجموعه محترمه جدا سواء بقى مخطط الاحمال البدنيه للفريق او الفريق الطبي او كل الكوادر هتدي ده امتى وهتدي ده امتى وكل ده له تاثير على المنتج النهائي على شكل الفريق والنتائج بالظبط كده طبعا واخد بال حضرتك. يعني احنا يمكن عندنا في انبي لا في منظومه محترمه اكيد في النادي الاهلي في منظومه محترمه. طب خلينا ننتقل للحديث عن النادي الاهلي مش معقول تبقى معانا على شاشه قناه الاهلي النهارده وما نتكلمش عن الفريق سواء التجربه بعض المشكلات اللي حصلت في النتائج والشكل الفني في الفتره اللي فاتت تحرك النادي حاليا اعلان كابتن محمود الخطيب عن ما اطلق عليه اعاده بناء فريق الكوره تحركات من النادي الكوادر الموجوده لاتمام اكبر واكثر تميزا اكبر قدر يعني من التعاقدات المسموح بها وفقا للاماكن المتاحه في القائمه وانها تكون عناصر مؤثره. شايف ازاي التحرك اللي اعلن عنه النادي الاهلي سواء باتمام صفقات بدات بمحمد محمود لاعب وادي دجله او الاعلان كمان انه خلال ايام قليله هيعلن اسم مدير فني متميز جدا لتولي مهمه الفريق. والله طبعا بنتمنى طبعا للنادي الاهلي لان النادي الاهلي ده كبير يعني نادي احنا كلنا بنحترمه وبنحترم طبعا المنظومه سواء من مجلس الاداره لجميع اعضاء مجلس الاداره للجميع قطاع الناشئين وقطاع الاشبال وقطاع الشباب والدرجه الاولى ولكن طبعا كلنا طبعا كنا طبعا يعني في حزن على اداء النادي الاهلي خلال المرحله اللي فاتت في حزن وفي ملاحظات في حزن وفي ملاحظات هم الاثنين مرتبطين ببعض بس يعني انا يمكن انا بس صريح شويه يمكن محمد يوسف برضو جه لعب عندنا في انبي وانا دربته واشتغل معانا برضه من المحطات الاخيره في حياته طبعا. كلاعب كبير من لاعبي الكره في مصر واشتغل معانا كمان مع الكابتن طه بصري واشتغلت انا وهو هاني رمزي في الفريق في علاقه صداقه وزماله مع لا لا محمد جميل شخصيه جميله ومحترمه وانا بحبه برضه على المستوى الشخصي الحقيقه له بصمه انه في سن صغير وبعد سنوات قليله من عمله في التدريب كان له تجربه انه تولى المهمه كمدير فني وفي ظروف معينه خليته هو يكمل المسيره وحصل على بطوله افريقيا يعني له بصمات محمد شاطر انا بكلمك بامانه محمد يوسف شاطر ذكي يعني كمان في تجاوبه مع اللعيبه محمد شخصيه جميله يعني بتمنى له التوفيق طبعا يعني لكن اللي انا عايز اقوله يمكن انا دردشت مع محمد طبعا النادي الاهلي طبعا اكبر من اي حاجه انا كان عندي يعني معلش انا بتكلم بوضوح كان عندي برضو قوسين بالنسبه للمدير الفني لان انا لعبت المدير الفني هو كان ماسك وادي دجله هو عنده سي في ما شاء الله محترمه جدا ولكن انا كخالد كان عندي كومنت شخصي على ما كنتش مقتنع انا بتكلم بوضوح لما جيت حضرتك بالك هو اشتغل طبعا انا بتكلم من خلال شغله في وادي دجله وكده انت هو اشتغل مشيت مازيمبي
مش كده برضه؟ خد بطولة افريقيا مع مازيمبي. تمام، انت عارف حضرتك في مازيمبي وكده في الانديه دي وكده انت عارف حضرتك بياخدوا البطولات ازاي؟ يعني احنا مش عايزين ايه نخوض، واخد بالك؟ بيبقى طبعا بيبقى في عوامل خارجيه بتساعد الانديه دي انها بتتخطى ادوار كتير. احنا مش عايزين نخوض انا بس مش يعني حضرتك اتكلم بحريه كامله، انا بس مش هعرف احلل الجزء ده معاك قوي لاني بيبقى مرتبط عندي الكلام ده بواقعة معينه في مباراه معينه لاي نادي ما حصلش على حقه فيها، فخليني همسك في الجزئيه او هتمسك اكتر بالحديث عن الجزئيه بتاعت انك مش مقتنع فنيا. خلينا نقول من خلال تقييمك لتجربته مع عادي دي عشان يبقى الكلام واضح للناس. لا طبعا يعني مش يعني طبعا راجل له سي في وله كل احترام وكده، بس انا كخالد يعني انا شخصي انا ممكن اكون انا يعني ال100 مليون مقتنعين ممكن انا اكون واحد، مش هفرق. ناس كتير مش مقتنعين، لا انا مش هفرق يعني اخبارك، بس انا بتكلم من قناعتي الشخصيه. ادارته لما كنت انا ماسك ام بي وهو كان ماسك وادي دجله واخبار حضرتك ولعبته في كاس مصر يعني وانا بلعبه طبعا انت بتفكر ومدرب بيفكر، في جيم بين الاجهزه الفنيه بتحس بفكر المدرب في تغييراته في ادائه في شغله وكده، ما تعبنيش يعني فاهم حضرتك. فابتديت انا اسيطر عليه والحمد لله طلعت ان انا متقدم عليه 3 واخد بال حضرتك في كاس مصر. فكان حكمي من خلال يمكن مواقف معينه في خلال الجيم، فحتى انا قلت ما حسيتش ان في مفاجآت. لا 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 لا, 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 لا وكانت عادي، كان هو اللي تابعته في اداء وكان الماتش بالنسبه لي في سهوله تحت تكليفه طبعا او تحت قيادته، هو نفس الاسلوب اللي لقيته في المباراه. وكان الماتش كان المباراه كانت يعني مستر كارتيرون راجل شخصيه محترمه، انا ما اتعاملتش معاه ما اقدرش اتكلم على اي حاجه، يعني ما اعتقدش ان هو النادي الاهلي، يعني انا ما كنتش اعتقد ان مستر لا مش هو النادي الاهلي، النادي الاهلي كبير. لا وده قاله الناقد الرياضي الكبير الاستاذ عصام شلتوت، قال رأي متفق معاك تماما، كان معايا في حلقه الاسبوع اللي فات. أنا بتكلم وقال وكمان النادي الاهلي كمان كابتن خالد اعتقد انك عندك المعرفه بتاريخ النادي الاهلي انه قلما يقوم بقرار لتغيير جهاز فني او مدير فني طبعاً خلال موسم طبعاً، لانه ده بيبقى معناه انه في حاجه ملفته قوي، في قصور ملفت قوي ما يحتملش التاجيل. النادي الاهلي عاده بيدي المساحه وبيدي الثقه وبينتظر ودايما بيقول اغير في الفترات بين موسم واخر واكلف او اطرح الثقه في مدير فني جديد، لكن المره دي واضح ان المجلس شاف او المسؤولين انه الامر ما يحتملش. وهو لو, لو 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 طبعا كلامك مش مستغرب بالنسبه لاراء كتير واكيد وقرار مجلس اداره النادي الاهلي لو مش شايف كده فعلا زي ما حضرتك ما كانش عمل تغيير، فكان ممكن عمل اضافات للجهاز مع الطب مع القياده الفنيه للمستر كارتيرون، لكن اكيد في حاجه يعني انت واخد بالك. فحتى النادي الاهلي هو بس علل سقف التفاؤل بيه اول ما تولى المهمه، لان كابتن حسام البدري في اخر فتره له هو بيسلم المهمه كان الاهلي متذيل مجموعته وكانت النتائج وحشه جدا في دوري المجموعات. رجع كارتيرون اللي خلى يعني الطموحات تزيد بشان امكاناته كمدير فني وامكانات وقدرات الفريق معاه المساره في البطوله الافريقيه انه عدل الاوضاع بسرعه وبقى في صداره المجموعه وكمل في المنافسه رغم ان الناس كانت متخوفه جدا من موقفنا في المجموعه وهو بيتولى المسؤوليه. لكن بعد كده ظهرت الاراء كلها اللي تتفق على ان الاداء مش لا النادي الاهلي بعناصره زي ما قلت في مخزون، المخزون ده كان يمكن كان في عدم توفيق لكابتن حسام البدري تمام، لكن المخزون موجود. فلما تبص حضرتك اي تجديد بيبقى فيه ادفانسد يعني فيه تقدم، اي تجديد في اي حاجه يعني بيقول لك ايه الغربال الجديد ليه شده دايما، ان دايما جهاز فني جديد بيبقى فيه روح جديده وفي استنفار كده بالظبط، في استنفار لان في رؤيه جديده، لكن مع الوقت تقدر تقيم بتقيم. بقى الشغل ده مبني على فعلا التطور ده. الله ينور. روح بس الجهاز الجديد والتجديد في الفريق ولا ان الناس بتشتغل صح. بص وشوفها يمكن او يعني اعمل باك جراوند لكل الحاجات، كل تغيير بيبقى ليه شده بعد فتره بتشوف بقى النجاح بقى مستمر ولا بتلمس ده بايدك واخد بال حضرتك، بتلمس ده بتشوف الشغل نتائجه ايه بتشوف الشغل. فطبعا الراجل جه في تغيير، في جهاز جديد، في مجلس اداره من اللاعبين، انطلاقه في روح، في انطلاقه، في طموح لحاجه معينه، فده ادى للتعديل اللي حصل في الموقف ادى للكيرف واخد بال حضرتك. بس لا مش هو ده الصح، لا الصح حاجات كتير تحت. طيب هل كلامك كمان يا كابتن خالد معناه ان النادي الاهلي عنده مخزون من اللاعبين بعيدا عن اتمام او عدم اتمام صفقات جديده، ان في كوادر موجوده مميزه مش مستغله في النادي الاهلي؟ انا طبعا رأيك انا كده؟ انا وجهه نظري يعني انا فهمت ده حضرتك كلامك. فين صالح جمعه؟ صالح جمعه ده فنان يعني انا بتكلم انا دربته ده ابني،
صالح جمعه ده فنان. اخطا كتير. النادي الاهلي مدرسه وتربيه لكل الناس، اللي بيخش في منظومه النادي الاهلي اكيد بيمشي في المنظومه المحترمه. لا ده انا لازم اقومه عشان اخد منه. قصدك الموهبه زي دي اقومها واحتضنها واستفيد بقدراتها، عشان استفيد بقدراتها شايف انه يعمل فرق. طبعا طبعا. عايز اقول لحضرتك الحاجه، يعني يمكن قالوا ايه، كان ابو تريكه قالوا عبد الله السعيد. انا من وجهه نظري صالح جمعه، صالح جمعه ده كنز، كنز. صالح جمعه رؤيه، رؤيه صالح جمعه برجله الشمال. هل هي مسؤوليه اجهزته الفنيه والمسؤولين في النادي اللي بيمثلوا بس طبعًا، ولا في عبء على اللاعب نفسه كلاعب محترف؟ طبعا. لا انا اقول لحضرتك لا لازم، انا ممكن اجتهد مع لاعب وهو ما بيستجبش، ما انا لازم اعمل معاه كل المحاولات اكيد طبعا. يعني هم انا لا انا بسال عشان اعرف بتفكر ازاي. انا حضرتك برضو علشان برضو ايه، عشان اكون ايه مسؤول على كلامي. انا بتكلم من القشره اللي فوق، انا ما اعرفش اللي تحت. انا بتكلم من اللي فوق، ان القصور جاي منين. بتكلم ان هو امكاناته تسمح انه يبقى لعيب كبير قوي. بالظبط. لكن لو هو مقصر في حق نفسه والناس كل ما في وسعهم عملوه، فدي قضيته. يعني من خارج المشهد بتقوله وانت لا تعلم تفاصيل يا كابتن خالد، اتمنى انه صالح جمعه يستجيب ويجتهد الفتره الجايه، وان النادي يديله افضل فرصه ممكنه في طبعا الفترة الجاية. صلاح محسن، صلاح محسن. انا مش بتكلم عشان دول جايين من انبي، لا انا بتكلم كقدرات. الكابابيلتيز بتاعت اللعيبه دي عاليه جدا. انا ما بقول لحضرتك انت، يعني احنا اتعلمنا كده، اتعلمنا في الكوره ان اللعيب عنده قوه وعنده سرعه، واخد بالك، مع بيستلم ويسلم هتصنفر فيه، هتديله. صلاح محسن سرعه، مهاره، بيلعب بدماغه، رؤيه جيده للملعب، بيلعب بدماغه، بيلعب بدماغه، بيجيب جول، بيجيب جول. لا لعيب متكامل، بيجيب لعيب واضح انه امكانياته عاليه. مش بيجيب بشماله. انت عايز ايه من الفرود غير كده؟ واخد بالك. لا انه ميزه كمان ان عنده امكانات الفرود وعنده امكانات لاعب الوسط المهاجم، انه ممكن يلعب تحت الفراوله. بس في الحته دي اديني 10 من 10، في الحته دي اديني 7 من 10. فطبعا الجهاز هو اللي ادرى بكل حاجه. بس انا بكلمك قبل ما نختم حوارنا كمان، ما دام اتكلمت عن لاعبين بالاسم، لان طول الوقت في حوار في الشارع المصري عن احمد الشيخ. احمد الشيخ انا من الناس اللي بتشوف انه لاعب امكاناته لا محدوده، وانه ممكن يبقى من ابرز نجوم الكوره في تاريخ مصر. ده اللي انا شايفه تقدير انا المتواضع كده. شايف احمد شيخ ازاي، وفكره ان في ناس بتقول لا ما قدمش المتوقع، وناس بتقول انه ممكن يكسر الدنيا. ممكن يكسر الدنيا. انا سعيد جدا ان محمد يوسف مصر بدا يعتمد عليه ويثق فيه ويديله. انا سعيد جدا لان احمد الشيخ فين المواهب، لاعب متكامل يعني. لا فين الموهبه، انا مش عشان جاب جول، لا فين الراجل اللي هو بيمسك بيصنع كوره من الجنب اليمين، واخد بالك؟ فين الراجل اللي بيحط لك تشيب باس وانت رايح للجول؟ فين الراجل اللي بيخترق؟ لا احمد الشيخ لعيب على مستوى عالي جدا. يعني عايز اقول لحضرتك على حاجه، يعني اللعيب لما كان في المقصه هداف دوري، واخد بالك، وراح منتخب مصر، يجي النادي الاهلي يقعد، امال النادي الاهلي جايبه ليه؟ يعني انا او نادي سين جايبه ليه؟ عشان هو دي متميز ونتائجه عامله كده. هو جايب صلاح محسن النادي الاهلي من انبي ليه؟ عشان هداف صغير في السن. هو جاب فلان من نادي فلان عشان ايه؟ انت واخد بالك؟ جاب وائل جمعه من المحله ليه؟ كان متالق علشان عنده قوه وكده، وراجل احسن مدافع في افريقيا. ما هي دي الرؤيه، احسن مدافع في تاريخ مصر وفي تاريخ مصر. يعني الاداء كان وصل لمرحله انه الكل قال انه افضل مساك في تاريخ مصر، واخد بال حضرتك؟ يعني طبعا الراجل قوي، بيلعب بجديه، تركيز 100%. احنا مشكلتنا هنا، واخد بال حضرتك، ثقافه اللعيب وتركيز اللعيب خلال ال 90 دقيقه. احنا دايما بنقول ايه حضرتك، انا او انت او اي لعيب او اي واحد في الدنيا، كلنا عندنا مشاكل. اللي انا اتعلمته ان انت وانت جاي من بيتك للنادي، حط مشاكلك على باب النادي، خش اشتغل. طيب وانت خارج خد مشاكلك واشتغل فيها. طيب قبل ما نختتم الحوار، سؤال اخير كابتن خالد، ايه اللي حابب تقوله للمسؤولين في النادي الاهلي عن الفتره الجديده، ان في روح جديده في النادي، ان الكل بيتكلم عن نقفل صفحه الاخفاقات او اي مشكلات مرينا بيها فنيا او في النتائج في الفتره اللي فاتت، ونشتغل على اللي جاي، وانه في حاله تفاؤل بان اللي جاي افضل، سواء باضافات جديده او استفاده بقدرات لاعبين بيمثلوا كنز في النادي الاهلي. حضرتك قلت انه غير مستغل في الفتره اللي فاتت، وممكن يغيروا شكل الفريق ونتائج تماما، واهتمام مجلس الاداره كمان باتمام تعاقدات مميزه على مستوى الاسم اللي هيتولى مهمه المدير الفني او الصفقات الجديده. شايف الحاله كلها ازاي؟ والله انا شايف طبعا الحاله ان داخله في لب المشكله، طبعا بالكابتن محمود الخطيب، طبعا باضافات طبعا كابتن سيد عبد الحفيظ بخبرته، وانا عرفت ان طبعا كابتن سيد عمل ملف كبير جدا، واخد بال حضرتك، وهو طبعا
أدرى طبعا مننا طبعا. والأكيد في ده كمان إن النادي الأهلي جدير إن هو طبعا يحل المشكلة دي بسرعة، لأن النادي الأهلي رمز للكرة المصرية والكرة الأفريقية زي نادي الزمالك زي نادي الإسماعيلي. فأنا طبعا بتمنى في خلال المرحلة اللي جاية إن النادي الأهلي أكيد طبعا حط إيده على نقاط الضعف وحط إيده على المشاكل الرئيسية اللي هي بإذن الله إن شاء الله هتبقى في ظهره، وإن شاء الله هينطلق خلال المرحلة اللي جاية سواء في تحقيق طبعا إنجازات محلية وإنجازات أفريقية زي ما احنا تعودنا على النادي الأهلي. لأن النادي الأهلي طبعا بقول لحضرتك دي فعلا أكيد النادي الأهلي ده كلية كبيرة وجامعة كبيرة جدا، الناس كلها بتستفيد بيها وبتستفيد منها. فأتمنى إن شاء الله بإذن الله مع الجهاز الجديد مع وجود العناصر اللي هي أبناء النادي الأهلي اللي هي بتخاف على النادي الأهلي، بتخاف على شعار النادي الأهلي زي ما احنا كل واحد فينا بيخاف على شعار بيته ومكانه، ان هم يخلصوا في المكان دوت يشتغلوا بكفاءة عالية جدا بكل مصداقية وصراحة لإعادة النادي الأهلي ووجود النادي الأهلي. المنافسة على لقب الدوري الموسم ده طبعا في منافسة كبيرة جدا ما بين طبعا نادي الزمالك، طبعا النادي الأهلي عنده مؤجلات ولسه بالأرقام بعيد لأن عنده مباريات كثيرة مؤجلة، وفي ناس ذهبت إلى أنه السيناريو اللي شايفينه أن الأهلي هيبقى موقفه صعب جدا في الدوري بعد الهزيمة أمام المقاولين. الكرة ما فيهاش مستحيل، لكن النادي الأهلي طول عمره وتجاربه بتقول أنه لسه ده لسه بالنسبه له دي انطلاقه الدوري لسه. الكره حضرتك ما فيش مستحيل، انت واخد بال حضرتك الهدف والنجاح اساسه خطوه. يعني شايف ان النادي الاهلي راجع بقوه مع التعديلات اللي بتحصل إن شاء مش الله. بس على مستوى البطولات الدوليه، لا على مستوى الدوري هذا الموسم كمان ان شاء الله طبعا باذن الله. ونتمنى النادي الاهلي وجميع الانديه ان شاء الله التوفيق وان شاء الله باذن الله النادي الاهلي راجع طبعا خلال المرحله القريبه جدا. وتمنياتنا بالتوفيق طبعا لمجلس اداره النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي وجهاز النادي الاهلي، ونتمنى للنادي الاهلي كل التوفيق. يعني سعيد جدا بوجودك معنا النهارده وبشكرك على صراحتك في هذا الحوار، وبنتمنى لك التوفيق ان شاء الله في التجربه القادمه في اي مكان تختاره ان شاء الله تكون موفق فيه، ونشوف نتائج واداء كمان افضل من الفتره اللي فاتت. كابتن خالد متولي المدير الفني السابق لفريق ام بي، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا سبحان الله. بشكر ضيفنا الكابتن خالد متولي، ابقوا معنا مشاهدينا. بشكر حضراتكم على المتابعه ونهايه هذا اللقاء، ولكن بعد الفاصل فقراتنا مستمره وحوارات وفقرات متميزه مع فقرتنا الجايه ان شاء الله مع زميل العزيز امير هشام، وصولا الى كمان اخر فقرات البرنامج النهارده وتغطيه الرياضات الاخرى مع الكابتن خالد العوضي. شكرا لحضراتكم.